أهنئكم داخل حزب التجمع الوطني الأحرار قيادةً قيادات مركزية وجهوية ومناضلات ومناضلين على اختياراتكم الصائبة خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة من خلال الدفع بنساء الأحرار لخوض غمار الاستحقاقات الانتخابية بكثافة ثم الدفع بهن كذلك لتقلد مناصب المسؤولية. فمن نساء التجمع الوطني الأحرار نجد اليوم 2676 عضوة منتخبة في الجماعات الترابية، صفقوا عليهم. التجمع الوطني الأحرار عنده اليوم 18 رئيسة ديال الجماعة، عنده جوج رئيستي مجلسين إقليميين، كما تتولى نساء الأحرار عمودية أكبر مدينتين في المغرب، العاصمة الرباط والعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء. وقفوا نشوفكم، وقفوا لالا. صفقوا عليهم لأنه إذن كتولى نساء الأحرار العمودية ديال أكبر مدينتين، العاصمة الرباط والعاصمة الدار البيضاء، كتولى كذلك رئاسة جهة قلمين. فينا يا مدام بعيدة؟ هيا وقفي، سلموا عليك وسقسيو عليك، هنيئا. وربعة ديال المستشارات بمجلس المستشارين كاينين معنا، و17 نائبة في مجلس النواب إضافة إلى وزيرتين في الحكومة.